راح يا جدك راحت. بهذا المقطع الطيبين راح نشوف مع بعض شخصية جديدة واشياء يعني ما كنت متوقع انها تصير معنا بفري فاير يا اخوان. ركز بهالمقطع كثير منيح وشاهده من اول لاخره وما تنزلنا بزر اللايك جو. اوكي شباب ركزوا معي كيف الان مثل ما انتم شايفين راح نجرب هاي الشخصية بشكل دقيق يعني بشي حبيبي والله. اسمع لي مزبط الجو كمان وردي ما وردي مو وردي بنفسجي على حسب الشخصية يعني مزبط الوضع معلم لأن مندمجين مع الشخصية فهمت علي كيف. اوكي طيبين الان انا وصديقي بلبا موجودين في الجيم اوكي عامل لكم جو حلو معلم وضع تمام بدنا نزبط شخصية نجربها بكل شيء بكل نقطة معلم. اوكي الان هلا بلبل اسمعني اسمعك هلا بلبل شكلك جوك باهي برو قاعدة جو تتشمس يا إلهي يا للروعة باللوز أوكي برو اسمع أنا بدنا اسمع حط لي درع علي شوف أو لا بشو نبلش اسمع حط درع علي شوف وقل طب ما في أسلحة معلم هوني ولا كيف لا عندي سلاح ولكن ما لحقت أشتري أوكي معلم المهم ما عندك درع يعني أنت الآن هلا أيوه طب يلا العب لاشوف العب لاشوف الله يهربوك اهبط انا مسمع هذي ديال الارض يا قاعد انا داوم متت نعم تزبط معي اوكي بعد تعديلات جديدة معلم هرون رح تزبط الان الامور بلوس عنا 10,000 من فوق عمونا طيب بس وين نشتري كيف نشتري وين بدنا نشتري يا جدك هون راح نشتري الان اوكي المتجر اوكي راح نبلش اول شيء شباب راح نخلي بلبل نشتري هلا خلي هون دروع فهمت علي نشتري اسلحه راح نبلش باي اسلحه عاديه معلم هيك اسلحه شو من كان هيك نبلش هيك يعني تجربات نجرب بكل شيء فهمتوا علي شلون اوكي هون حط هون درع هون ثلاثه طبعا نخلي نجرب على الدروعات الثلاثه نخلي انا عندي درع ثلاثه هون عشان يكون تزبيط باللوس اوكي بلبل كم عندك درع انت برو انا عندي درع أربعة اوكي الان راح نضرب عليه اوكي لا ما راح تزبط هيك كم درعك الان هلا اكيد فصل راح لا 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 لا, لا. هي مو شغاله عندك علي. ايوه صراحه ايوه صح تذكرت شيء طبعا هي صار شخصية شباب لازم نستنى تفلفل يعني تصير 200 عشان اكتيف اوكي خلينا نطوط شوي هيك نسيت الواحد بس ولكن شوف اضربني اشوف اضربني اشوف راح نجرب شيء ثاني احتمال قاعدين عم اضربني اشوف اضرب اوكي هلا عندك هي مش شغاله مو هيك؟ لا مش شغاله هيك انه لما تكون شغاله الشخصيه شباب الصحوه تبعت الشخصيه تطلع هون تشتغل الشخصيه هون الميزات تاعتها تشتغل بنفس الوقت ركزوا معي كيف هون عندنا الاي بي عم تزيد بنفس الوقت والدمع عم بيزيد بنفس الوقت ركزوا معي كيف صراحه شيء بلوس هالشخصية حلوة طبعا في كتير شخصيات شباب ممكن تضيفها مع هالشخصية ويعطيك يعني اشياء سبيشال اكثر شيء حلو اوكي قربت شخصية قربت شوي رح ناخذ هون درع هذا خذ درع اربعة من هون برو اوكي عندك شيء هات البربر بلوس باي تانكو اوكي هي عندنا هون بربر رح نبلش ونظبط الامور ونجرب مع بعض الشخصية الجديدة برو اوكي برو ليتس جو هذا نشوف اوكي هون عندنا برا شواحن توصل شوي طب هون بس بستخدم عم بطول اكثر انا عم بستخدم الاي بي بس ركزوا لي كيف قدام كيف عم يطلع شوي اوه صراحه باللوس اوكي هون عندنا الشخصيه شباب صار جهزت معلم بس ولكن هون شيء عن الاي بي عم يزرب نفس الوقت بذلك لازم نستحل الوضع هون رح نضربه اوكي كيف الوضع ما عندك معلم ميجا كمان عندك الدرع صار عادي هون بلش يشتغل معلم ايوه هون اشتغلت الشخصيه اوب بوب بوب انا كان ديوم كيف 1000 1000 الاتش بي شوف كيف صار لي يعني أيوة. حبيبي والله ترى شيء حلو الان راح نشتغل احنا ناخذ الان راح نخليه هو يجرب علي اوكي يلا كبك أيوة. كم عندك تتجدد هي التعب الشخصيه تجددت ما عرفت ليش بس صح تجددت انت عندك فول فول اوكي فول. وينو اوكي هلا راح نخليه هو يجرب علينا ايوه عندك ايش هو الدرع اللي عندك عندي درع ثلاثه يلا واحد اثنين جو راح الدرع معلم الدرع راح خلاص ما
ما عرفت يدرع. شوف اذا انت ب 400 صار اضرب كمل كمل اشوف كم اضرب اشوف اكثر. لا هي هي الان كانه ما كاين شخصيه فهمتني. خلص راح الدرع معلم. الدرع الاساسي يعني مشى يعني صار خلص معلم يعني ضربت ضربة انت. انا اصلا ضربت ضربة كم ضربت ضربتين الدرع راح ما عاد في شيء اسمه درع. بس الشيء حلو كم يعني دمج دمج. اوه والله خطيرة هالشخصية يا بلبل. هاي الشخصية هاي اذا بتضيف عليها اشياء تانية بتصير نارية اقسم بالله. اوكي الان راح نجرب شيء تاني. اوكي هاي بلبل راح يعطينا درع. اخذنا درع اثنين اشوف معلم ضربة واحدة بس ضربني انا اشوف الوضع. عندك شيء فعلت مفعول عندك نسبة خلينا تتفاعل شوي لأن هون الشيء اللي لازم الصبر الصبر فهمتوا علي شو بس. ولكن يعني حبيبي والله اوكي لا راح نجرب معلم. عندي شخصية تعبت انا بنفس الوقت وعند بلال تعبت. اضربي ضربة واحدة بلال نشوف عم بالبربر. اوكي لا ما زب ما الضربة ما جت منيح. الضربة كانت كمان راح 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 الدرع معلم خلاص راح. ضربة واحدة راح الدرع الزوج يا جدك ديوم يا الهي. لا تقريبا ضربتين بس ولكن هذيك الضربه زبطت احسن. انا عندي شخصيه شغاله. كم عندك درع؟ ما عنديش. اوكي معناتها خلينا نقتل بعض ونشوف الوضع. راحت الخوذه الظاهر عندك حبيبي والله. اوكي خلينا نجرب الان شيء ثاني. اوكي الان حنخلي بلبل يضربنا بالسنايبر من بعيد لنشوف. واو راح 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 يا جدك راحت 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 معلم. درع 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 اربعه يا جدك راح الأربعة راح. أبقى واحد. ضرب واحد يا شباب شوف شوف شوف. خطير خطير يا الله. هز هز هز. اصبر اصبر. جيب أربعة. هاي هاي. جرب مرة ثانية. يلا شوف بلا. بالإم بي فور. بي فورتي. اضرب اضرب شوف اضرب اضرب. راحت 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 راحت. كم كم ضرب كم كم ضربة ضربت؟ شيء تقريبا 15 ضربة. 20. يا جدك شباب شو الشخصية عن جد دمرها؟ صراحة دمر دمار دمار. اوكي دمار جيري يا متوف جيب لي شوت. اوكي اوكي الان رجعنا للشيء يعني الواقع اكثر. هون عملنا دم 200 وحطينا الشخصيات اللي بيزيدوا الاي بي كثير منيح. يعني ركزوا لي على تركزوا لي كثير منيح يا جماعه. هون عن الاي بي عم يطير طياره يعني هيك بلف. لما يطير الاي بي طياره راح نقدر نستخدم الشخصيه اسرع من اسرع فهمتوا علي كيف. يعني هاي شغله كثير مهمه. يعني اكتبوا لنا بالتعليقات انتم شو رايكم شباب شو يعني رايكم هذا الشيء وشو تقترحوا تقترحوا علينا شباب تعديلات لشخصيات افضل. اكتبوا لنا بالتعليقات. هون عندنا يعني شيء صراحه عندنا الاي بي صارت سريعه كل شيء واو. اوكي انا حجرب نشوف عند بلال. بلال اضربك بسنايبر بس بر شوي. دام كم الذرع راح اكيد راح من اول ضربه مو هيك يا الهي. طب هون هون كمان ما راح ضفنا هون ميغال وضفنا شيء يعني هون عن الاي بي عم يزيد. اصبر نجرب مره ثانيه نشوف. هون شفت ايش كيف هيك معلم رجع رجع رجعت الاي بي. يعني هون الشخصيه يعني صايره نشط بشكل تام معلم شغاله معلم. لما يصير عندك فايت وما فايت وهالاشياء يعني يعني تكون هي فعاله. عندك ميجا تنزل واحد نوك ومان نوك ولا حركات فهمت علي كيف. ترجع يعني تزيد الاي ترجع الاي بي وبنفس الوقت اكيد الدم يرتفع. وانا غلطان نسي بلال مو هيك؟ لا والله بلوز هذه شخصيه يعني اللي صراحه خالص صدقني صدقني والله يا شخصيه يعني عن جد عن جد عن جد يعني بالنسبه لي الاصفر بلوز يعني لعيبه معلم جامعه الاصفر بلوز ما اشتريت ولا شيء انت. لا لا بس بنجرب. اوكي اعتقد هيك امورنا طيبه بلال وفي كثير اضافات يعني كتبوا بالتعليقات شو انتوا رح تعملوا انتوا. اوكي طيبين هيك بكون تم مقطعنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع. اعطونا رايكم الاخير بهذه الشخصيه واكتبوا لنا افكار جديده شباب شو بتحبوا ننزل مقاطع جديده. الله يسعد لي اياكم يا اساطير. نتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم. تشاو برو.